خليني اروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي اللي كان حاضر مران الاهلي اليوم عشان نطمن من خلاله على كل جديد يتعلق بالفريق قبل مباراه بكره. يا فاروق اهلا بيك. كل التحيه لك امير وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي ومتابعي برنامج الترند في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق. عايزين نطمن من خلالك على استعدادات الاهلي لمباراه بكره ان شاء الله، وازاي تابعت المران النهارده وابرز ملامحه ايه؟ يعني خليني اقول لك امير، خلاص احنا قفلنا صفحه مباراه صن داونز الاخيره، لكن طبعا. قبل ما يعني نقفل النقطه دي بالتحديد، كان في جلسه جمعت ما بين كباتن النادي الاهلي الشناوي ووليد سليمان ورامي ربيعه وايمن اشرف النهارده مع اللاعبين، المجموع اللي اجتمعت اللاعبين، يعني جلسه كده جمعت اللاعبين من يعني كان اللعيبه اتكلمت مع بعض على اهميه المرحله القادمه وضروره ان شاء الله ان الفرصه الحاليه اللي فيها النادي الاهلي وان حقق البطوله الافريقيه للمره الثالثه على التوالي ده انجاز هيتضاف في تاريخ النادي الاهلي في القاره السمراء. لعيبه شددت مع بعض على ضروره خلاص هنقفل صفحه مباراه صن داونز، عندنا اربع لقاءات بدا من صن داونز والمريخ والهلال ثم المريخ، اربع لقاءات في غايه الاهميه بيوعدوا ان شاء الله الجماهير ان احنا نحقق 12 نقطه في هذا المباريات. ثم كان في جلسه جمعت ما بين مستر بيتسو موسيماني واللاعبين ومحاضره فيديو طبعا للحديث بقى عن مباراه فاركو للاستعداد. انت عارف يا امير يعني كل 48 ساعه للقاء ومباراه بتبقى الامور صعبه جدا، انت تشتغل على بعض النقاط بيبقى في اضيق الحدود بتقدر تصحح الاخطاء. اكيد كان في ايجابيات وسلبيات طبعا في مباراه صن داونز الاخيره، لكن مستر بيتسو موسيماني النهارده في محاضره الفيديو طبعا اتكلم مع اللعيبه بشكل مستفيض شويه في الشق يعني كم الفرص المهدره، وقال ان يعني لازم نستغل انصاف الفرص، احنا مقبلين على مباراه صعبه في دور المجموعات ان شاء الله يبقى في بعد كده الصعود والادوار الاقصائيه، المباريات بتحسم بفرصه، فطالب اللعيبه بضروره التركيز في هذا الامر. ايضا عرض بعض لقطات الفيديو الخاصه بفريق فاركو وشدد ان هو فريق منظم جدا وفريق مع جهاز فني محترم، واحده من المباريات الصعبه جدا المحطات الصعبه، وبتزيد ايضا من صعوبتها ان كمان هيبقى بعديها مباراه المريخ السوداني ثم مباراه بيراميدز ثم يعني السفر الى جنوب افريقيا. ثم عقب محاضره الفيديو انطلق المران. امير بالامس كان طبعا حاله الزعل لسه على وجوه اللاعبين شفناها بالامس في المران، عايز اقول لك النهارده هو زعل يا امير، بس تقدر تقول خلاص في تركيز بقى جديد من اللعيبه، في هدف في طموح عند اللعيبه ان احنا ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه امام فريق فاركو مباراه القادمه صعبه جدا. كان في جديه جدا من اللاعبين شفناها في المران، يعني من النهارده برضو معظم اللاعبين يا امير انا بطمنك بتظهر بشكل اكثر من رائع ان شاء الله، يعني تكون بدايه ان شاء الله المرحله القادمه مباراه فاركو تدريب يعني اكثر من لاعب ظهر بشكل اكثر مميز، محمد مجدي قفشه النهارده مستر بيتسو موسيماني وهو بيلعبوا في مركز 10، واحد من اللعيبه ان شاء الله المؤثره في النادي، محمود متولي النهارده عليه بالمناسبه ظهر بشكل اكثر من رائع. وعايز اقول لك على نقطه مهمه جدا بالنسبه لمحمود متولي، محمود متولي امير خلاص بيشارك في التدريبات الجماعيه، ولكن هو في جانب تاهيلي يعني برنامج موضوع لمحمود متولي من يعني اللي هو رجع من قطر هيستكمله هنا في القاهره، هو يعني بيأدي الشقين، الشق اللي هو التاهيل البدني وايضا بينزل التدريبات الكره مع اللاعبين، واحد من اللعيبه ايضا اللي مستر بيتسو موسيماني يتكلم معاه ان شاء الله يكون موجود مع الفريق بصوره في المباراه القادمه. تقدر تقول كل اللاعبين خلاص يا امير جاهزين ان شاء الله. عايز اطمنك برضو على ياسر ابراهيم اللي خرج من قائمه النادي الاهلي. ايه بقى ايه مشكله ياسر؟ ايه اصابه؟ اقول لك امير ان هو امير ياسر ابراهيم بعد مباراه صن داونز كان شعر باجهاد في العضله الخلفيه، بالامس فضل الجهاز الفني ان هو ما ينزلش التدريب بالامس، التدريب اليوم اشتكى برضه ياسر ابراهيم قبل المران من العضله الخلفيه، فالجهاز الطبي للنادي الاهلي يعني ان شاء الله بيجري اشاعه خلال الساعات القادمه هتظهر نتيجتها ياسر ابراهيم، هيتحدد بناء عليها امير يعني ان شاء الله النسب لحقه ان شاء الله بمباراه المريخ السوداني، لكن زي ما انت عارف ان هو خلاص خرج من قائمه النادي الاهلي لمباراه الفاركو باستثناء ياسر. النهارده ايمن اشرف النهارده كان بيؤدي الجلسات التاهيليه حول الملعب، خلاص برضه واحد من اللعيبه خلال الفتره القادمه هيكون موجود مع فريق يلحق ماتش المريخ يا فاروق؟ يعني تقدر تقول يا امير لسه من الناحيه الطبيه مش مؤكد المؤكد الامر، يعني لسه الجهاز الطبي يعني انت عارف ان الدكتور احمد ابو عبله موجود مع عمار في النمسا، الدكتور اسامه مصطفى طبيب القرن هو اللي موجود مع الفريق،
طبعا بيتابع هذا الامر وبيتابع البرنامج التاهيلي طبعا بالتنسيق مع الدكتور احمد ابو عبله في الامر الخاص بايمن اشرف. لكن تقدر تقول مين ان شاء الله بنسبه كبيره ان شاء الله ايمن اشرف يكون موجود في هذه المباراه مع ان شاء الله عوده ياسر ابراهيم مع وجود رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. النهارده ايضا القائمه بتشهد عوده محمد نصير لاعب مواليد 99 اللي انضم للقائمه النهارده، واحد من اللعيبه برضو اللي كانت شفناه في كاس الرابطه. لكن ان شاء الله يا امير تبقى مباراه مميزه ان شاء الله للنادي الاهلي يحقق فيها الانتصار. زي ما انت عارف ان المباراه تقام على استاد الاسكندريه بتمام الساعه 8. الفريق لسه متحرك يا امير، يعني تقدر تقول من 45 دقيقه الفريق اتحرك من الاستاد المختار في الطريق الى الاسكندريه ان شاء الله يوصل بالسلامه ويحقق الانتصار باذن الله على فريق فاركو في التورس الدوري الممتاز باذن الله. سؤال اخير يا فاروق، وليد سليمان استبعاده في من القائمه للمباراه الثالثه تقريبا على التوالي، هل الموضوع بيتعلق باصابه ما ام رؤيه فنيه؟ لا يا امير مفيش اي اصابه خالص، بالعكس ده يعني وليد سليمان يعني في بدايه كلامي قلت لك ده واحد من اللعيبه اللي كان موجود بيتكلم مع اللعيبه يعني، ودي نقطه مهمه جدا يا امير وكويس ان انت اثرت هذا الامر. وليد سليمان خلاص زي ما انت عارف يا امير انه خلاص اعلن مع نهايه الموسم بالزبط. ان شاء الله اعتزاله، لكن دوره في الفتره الحاليه واحد من كباتن النادي الاهلي اكيد، مش القصه ان انا كام ماتش او السنه دي خلاص القصه بالنسبه لي هتنتهي، لا هيقلله من وليد ولا هيزوده وليد، وليد كده كده ما شاء الله تاريخه عظيم يعني مع الاهلي يعني. بالظبط يا امير، لكن حرصه النهارده ان هو يجمع اللعيبه مع كابتن محمد الشناوي مع ايمن اشرف مع رامي ربيعه ويتكلموا خلاص عايزين نقفل مباراه صن داونز، واللعيبه بتتعهد ان شاء الله انها تحقق نتيجه كبيره ان شاء الله نتيجه ايجابيه في الفوز على المريخ السوداني وتحقق الانتصار للجماهير ان شاء الله على ما فريق صن داونز هناك في جنوب افريقيا رغم صعوبه المباراه وصعوبه يعني تلاحم المباراه، لكن ده الوعد. ده دور وليد سليمان يا امير، يعني الامر كله بيتعلق هي الرؤيه الفنيه بس للمستر بيتسو، واكيد في حاله الحاجه اليه هيتم استدعائه طبعا في قوائم مباريات مختلفه قادمه، يعني ده امر مؤكد يعني ان هو قيمه فنيه كبيره طبعا. بالظبط، ومستر بيتس موسيماني يعني في كلامه مع الوليد بيشيد بدور وليد وفي وقت الاحتياج في اي مباراه من المباريات القادمه أكيد. كابتن وليد سليمان يكون واحد من اللعيبه دايما اللي وقت ما الاهلي بيحتاجه وليد سليمان بيكون موجود. اكيد. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي كان موجود في مران النهارده وطمنا بشكل كبير جدا على استعدادات الاهلي لمباراه الغد امام فاركو، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه.